المرة اللي فاتت بدأنا في الانفلاميشنز اللي بتحصل على مستوى اللارنكس، وكنا خلصنا الأكيوت انفلاميشنز وخلصنا الكرونيك نون سبيسيفيك انفلاميشنز، وكنا واقفين عند الكرونيك سبيسيفيك انفلاميشنز او الجرانيلوما اوف اللارنكس. في البداية لازم نفتكر مع بعض التقسيمة بتاعة الانفلاميشنز اللي تحصل على مستوى اللارنكس. قلنا انه الانفلاميشن قد يكون اكيوت او كرونيك، والاكيوت قد يكون سبيسيفيك او نون سبيسيفيك. وقلنا ان السبيسيفيك اكيوت هو عبارة عن الديفيتيريا، والاكيوت نون سبيسيفيك ممكن يحصل على مستوى اللارنكس فيبقى لارنجايتس، او على مستوى الايبيجلوتس فيكون ايبيجلوتايتس، او يكون واخد اللارنكس والتراكية والبرونكاي لارينجو تراكيو برونكايتس. والكرونيك انفلاميشن قد يكون سبيسيفيك او نون سبيسيفيك، لانه السبيسيفيك اللي هو الجرانيلوما قد تكون سكليروما او السيفيلس او التي بي او الليبراسي او الفانجر انفكشنز. ولكن نون سبيسيفيك قلنا قد يكون اتروفيك او هايبرتروفيك، والهايبرتروفيك قد يكون ديفيوز او لوكالايزد، واللوكالايزد قد تكون نود او بولب او ليكوبليكيا. والمره اللي فاتت خلصنا الاكيوت والكرونيك نون سبيسيفيك، هنبتدي دلوقتي في الكرونيك سبيسيفيك او الجرانيلوما. لانه اول جرانيلوما هتقابلنا هي عباره عن اللارينجو سكليروما، لانه اللارينجو سكليروما ده سؤال مهم جدا، طبعا مرتبط بحاجه اسمها الرينو سكليروما، طبعا ده في النوز. طيب اول حاجه ديفينيشن، يعني ايه اللارينجو سكليروما؟ طبعا الديفينيشن انت هتجيبه من الكلاسيفيكيشن، فعباره عن كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن تمام اوف اللارينجيال ميكوزا كوزد باي اورجانيزم مهم جدا اسمه الكليبسيلا راينوسكليروميتس. وعلشان هي مهمه فعشان كده بنقولها في الديفينيشن، دي عباره عن كرونيك سبيسيفيك inflammation of laryngeal mucosa caused by bacteria gram negative اسمها Klebsiella rhinosclerosis. طيب بعد كده ايه الاتيولوجي بتاع اللارينجوسكليروما؟ في الاتيولوجي اول حاجه الكوست في اورجانيزم. ايه الكوست في اورجانيزم؟ هو Klebsiella rhinosclerosis، بس لازم تقول ان هو عباره عن جرام نيجاتيف دي بلو باسيلاي، جرام نيجاتيف ديبلو باسيلاي انترا سيلولر، بتعيش جوه الخليه. طيب تاني حاجه، ايه هو المود اوف ترانسميشن او السورس اوف انفكشن؟ بتحصل سكندري للرينو سكليروما، تحصل سكندري للرينو سكليروما. شبه ايه قلنا المره اللي فاتت؟ الديفيتيريا. قلنا انه لارينجيال ديفيتيريا بتحصل سكندري للفارينجيال او الفوشيال ديفيتيريا، لانه الفارينجيال ديفيتيريا هي الاشهر زي ما الرينوسكليروما هي الاشهر. فالايتيولوجي قلت كوست فور كانيزم والمود اوف ترانسميشن. بعد كده الانسيدنس، قالك ايه في الانسيدنس؟ اول جمله في الانسيدنس قالك انه السكليروما دي هي the most common ENT granuloma in Egypt، على مستوانا في مصر اشهر جرانيلوما ENT جرانيلوما هي عبارة عن السكليروما. طيب قالك كمان انه تبع الانسلنس انه لارينجوسكليروما دي انديميك عندنا في مصر في منطقتين، اول منطقة عندنا في المنوفية، تاني منطقة في الشرقية، يبقى في المنوفية والشرقية. طيب يبقى اذا الانسلنس is the most common ENT جرانيلوما in Egypt، وهي انديميك عندنا في مصر في حتتين، المنوفية والشرقية. بعد كده بالنسبة للباثولوجي، أنا في الباثولوجي بعلق على حاجتين، والحاجتين بحرف الاس، السايت والستيج. السايت والستيجز، أول حاجة السايت، إيه السايت بتاع اللارينجو سكليروما؟ خلي بالك
خلي بالك انه في الكرونيك سبيسيفيك انفلاميشن اهم حاجه هو السايت. ده اهم حاجه لازم تركز عليها في الكرونيك سبيسيفيك انفلاميشن هو السايت، لانه الباقي انت هتعرف تالفه لكن السايت مش هتعرف تالفه. يعني السيمبتومز والساينز ان شاء الله هتالفها، لكن السايت ده بيتحفظ مش هتعرف تالفه. ايه السايت بتاع اللارينجو سكلروما؟ بيجي فيه الساب جلوتيك اريا. طيب فين في الساب جلوتيك اريا؟ تحديدا عند الجنكشن ما بين الفوكال كورد والساب جلوتيك اريا، يعني تحت الفوكال كورد، يعني بالظبط ما بين الفوكال كورد والساب جلوتيك اريا، بس هنقولها الساب جلوتيك اريا. خلي بالك انه السايت يفرق معايا فين؟ يفرق معايا في السيمبتومز والساينز. طيب يبقى اذا السايت بتاعك في الساب جلوتيك اريا عند الجنكشن ما بين الفوكال كورد والساب جلوتيك اريا. طيب ايه هي الستيجز بتاعت اللارينجس كلروما؟ تاني نقطه في الباثولوجي الستيجز. قالك انه الستيجز هم عباره عن 3 ستيجز. اول ستيج اسمها الاكتيف، او بيسموه اسم تاني النودولار، او اسم تالت الجرانيلوماتس ستيج. يبقى اكتيف او نودولار او جرانيلوماتس ستيج. الستيج بعد كده هي عباره عن الاتروفيك ستيج. الستيج الثالثه هي الفايبروتيك ستيج. طبعا من كل اسم لكل مرحلة انت بتفهم الباثولوجي عبارة عن ايه، لانه في النودولار او الجرانيوميتس او الاكتيف ستيج دي عبارة عن ستيج، لما نيجي نبص في الساب ميكوزا هنلاقي انه الفاسكولاريتي عالية وفي سيلولار انفلتريشن، يبقى انكريز الفاسكولاريتي وانكريز السيلولار انفلتريشن. ولما اقول لك سيلولار انفلتريشن في اللارينجوس كلوروما لازم تذكر لي اسماء الخلايا، لانه اسماء الخلايا كالتالي: في خلايا مشهوره جدا اسمها ميكوليكس سيلز، الميكوليكس سيلز والراسل بوديز، الراسل بوديز. لانه الميكوليكس سيل دي عباره عن ايه؟ دي كانت في الاساس عباره عن ماكروفاجس، دي عباره عن لارج فاكيوليتد سيلز عندها سنترال سمول نيوكليوس والسيتوبلازم بتاعها فومي، تمام. لكن الراسل بوديز دي عباره عن بلازما سيلز وحصل فيها هايلاين ديجنريشن، وبالتالي لونها يكون احمر، وتيجي تبص ما تلاقيش نيوكليوس، بس النيوكليوس موجوده، تمام. طيب دي الاكتيف ستيج، الساب ميكوزا فيها انكيبيز في البلود فيزلز وفي السيلز، والسيلز في ميكوليكس سيل وراس البوديز. بعد كده الاتروفيك ستيج، من اسمها اتروفيك ستيج، دي بيكون فيها الابيثيليوم شبه الابيثيليوم في حاله الاتروفيك لارينجايتس، يعني بيكون بيل ودراي وجليزد، تمام. وتيجي تبص على الخلايا تلاقي فيه برضك الكرونيك انفلاماتوري سيلز موجوده برضو. لكن الفايبروتيك ستيج من اسمها بدا يحصل فيها فايبروزس، دنس فايبروزس، وبدا ان الفاسكولاريتي والسيلر انفلتريشن يقل. يبقى الفايبروتيك ستيج بيبقى فيها دنس فايبروزس ويقل فيها الفاسكولاريتي والسيلر انفلتريشن. بعد كده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر بتاعه اللارينجو اسكليروما، اول حاجه السيمبتومز، هل في سترايدر؟ اه طبعا في سترايدر، انت عندك في جرانيلوما هتعمل بارشل اوبستراكشن، اذا في سترايدر. بس نوع السترايدر ايه؟ انسبيراتوري ولا بايفيزيك ولا اكسبيراتوري؟ طبعا بايفيزيك لانه في السبجلوتيك اريا، يبقى اذا عندك بايفيزيك سترايدر. طيب هل في هورسنس اوف فويس؟ واحد يقول لك دي هي موجوده في السبجلوتيك اريا ملهاش دعوه بالفوكال كورد، لكن في السايت انا قلت لك هي موجوده عند الجنكشن ما بين الفوكال كورد والسبجلوتيك اريا، يعني هي لازقه في الفوكال كورد من تحت، وبالتالي هتعمل فيكسيشن للفوكال كورد، وبالتالي هيكون في هورسنس اوف فويس، في هورسنس اوف فويس. وعندك في الاتروفيك ستيج بيكون عندك في كروست قشره ولونها بيكون اخضر جبين كراست، هيحصلها اكسبكتوريشن كافينج واكسبكتوريشن لجرين كراست في الاتروفيك ستيج. يبقى انا عندي في رقم 1 بايفيزيك سترايدر، رقم 2 هورسنس اوف فويس علشان الفيكسيشن اوف فوكال كورد لانها موجوده في السبجلوتيك اريا تحت الفوكال كورد هتعمله فيكسيشن، رقم 3 في طبعا الكافينج واكسبكتوريشن للجرين كراست، وده بيحصل في الاتروفيك ستيج. بعد كده بالنسبه للساينز بتاعه اللارينجو سكليروما،
لانه في الساينز طبعا احنا بنخش بالاندايركت لارينجوسكوب، بنبص بالاندايركت لارينجوسكوب او الفليكسبل لارينجوسكوب، طبعا هتلاقي عندك في ماس سب جلوتيك ماس، وقد ممكن تبقى موجود ويب كمان، ممكن يحصل تكون للويب، فبالتالي في سب جلوتيك ماس او ويب. بس في بعض الكتب بتقول انه في الساينز بنقسمها حسب الستيج، فاول حاجه في النودولر او الاكتيف او الجرانيوميتس ستيج، بنيجي نبص على السب جلوتيك اريا، هلاقي ان في بيل بينك فليشي سويلينج، يبقى تلاقي سويلينج بس عشان هو في الاكتيف ستيج في فاسكولاريتي فيكون بينك وفليشي سويلينج في السب جلوتيك اريا. لكن في الاتروفيك ستيج طبعا زي ما انا قلت ان هي تكون بيل ودراي وجليزد ميكوزا، وطبعا هيكون في جرين كراست. في الفايبروتيك ستيج طبعا هيكون في فايبروزس، فبالتالي هيكون لونها جريش وايت، الميكوزا لونها هيكون جريش وايت. يبقى في النودولار ستيج هيكون بيل بينك سويلينج، وفي الاتروفيك ستيج هيكون بيل دراي جليزد ولونها يكون جرين، والفايبروتيك يبقى فايبروزس. خلي بالك في النودولار ستيج اللون بيكون بينك، في الاتروفيك اللون بيكون جرين عشان الكراست، وفي الفايبروتيك اللون بيكون جريش وايت. بعد كده ايه هي الانفستيجيشنز اللي بنعملها في حاله اللارينجو اسكليروما؟ اول حاجه قالك بنعمل اكس راي، لانه لما نيجي نعمل اكس راي هلاقي ان في حاجه اسمها نارو اير كولم، لانه الماس هتضيق الاير باسج، وبالتالي هتظهر في الاكس راي نارو اير كولم. بعد كده ممكن نعمل كمان سي تي. ليه سي تي؟ علشان تلات حاجات: السايت والديجري واللينث اوف الستينوزس اللي بتعمله اللارينجو اسكليروما. لازم اعرف السايت، فين السايت تمام، والديجري واللينث اوف الايه اوف الستينوزس. بعد كده ممكن اخش بالدايركت لارينجوسكوبي واخد كمان بيوبسي، لانه لما اجي اخد بيوبسي واجي اشوفها تحت الميكروسكوب طبعا هلاقي ان هي فيها راس البودز لان عليها والميكولكس سيلز، وطبعا دي بتكون موجوده في الاكتيف ستيج. بعد كده بالنسبه للتريتمنت بتاع اللارينجوسكليروما، لانه التريتمنت بتاعي ميديكال وسيرجيكال. ايه الميديكال تريتمنت؟ طبعا الميديكال تريتمنت هدي في انتيبيوتيك، طبعا هو السيرد جينيريشن كفلوسبورين طبعا مهم جدا، وفي الكينولونز تمام، وفي كمان الريفامبيسين، وفي كمان الستريبتومايسين، في كذا دواء يعني، في سيرج جينيريشن كفلوسبورين، وفي الكينولونز، وفي ريفامبيسين، وفي الستريبتومايسين تمام. دي كلها ادويه ايه بنقولها بنذكرها في الميديكال تريتمنت. بس الريفامبيسين خلي بالك هيباتوتوكسيك، والستريبتومايسين اوتوتوكسيك ونيفروتوكسيك، فعشان كده بنفضل ايه السيرج جينيريشن كفلوسبورين زي سيفوتاكزيم والحاجات دي كلها. ده الميديكال تريتمنت. بعد كده السيرجيكال تريتمنت. السيرجيكال تريتمنت ادام انا قلت سترايدور، متفقين ادام قلت سترايدور يبقى لازم نقول تراكيوستومي، يبقى رقم واحد تراكيوستومي في حالات السيفير سترايدور. تاني حاجه انا ممكن اخش واشيل الويب لو في ويب تمام، او اشيل الماس، اذا الام ال اس، واستخدم اعمل اكسيشن بالليزر او كونفنشنال، ويفضل الليزر. تالت حاجه ممكن اعمل اللارينجو فشر دوت لو كان الويب ثيك قد ايه يعني اكتر من 1 سنتي تقريبا في السيكنس بتاعه، بنخش عن طريق الادمز ابل من قدام ونخش ايه ونشيله، دي عمليه اسمها لارينجو فشر، ونعمل ريموفال ايه للويب. وطبعا بعد ما نشيل الويب نقوم مغطين الرو ارياز بالسكين جرافت، ليه؟ علشان الرو ارياز ما تلزقش ببعضها تاني بالفايبروزس، ولا كاني عملت حاجه ويتكون ويب تاني، فلازم بعد ما اشيلها بحط سكين جرافت. ده تريتمنت بتاع لارينجو اسكليروما، ميديكال تريتمنت والسيرجيكال تريتمنت. بعد كده هنخش على التيوبركولوس لارينجايتس او التي بي لارينجايتس. طبعا في الكلام اللي جاي بعد كده تي بي سيفلس كان ده كله، اهم حاجه السايت، لانه الكلام الباقي تعرف تالفه ان شاء الله. اول حاجه يعني ايه تيوبركولوس لارينجايتس؟
مين الكلاسيفيكيشن؟ ده عبارة عن chronic specific inflammation of laryngeal mucosa caused by TB أو tubercle bacilli. بعد كده الاتيولوجي، الاتيولوجي كوزيتيف اورجانيزم هو التي بي. طبعا البكتيريا اسمها مايكو بكتيريام تي بي، دول اسم البكتيريا العيله بتاعتها مايكو بكتيريام تي بي. طبعا الروت او المود اوف ترانسميشن او الروت هو عباره عن سكندري للبلمونري تي بي. طبعا بيحصل مع البلمونري تي بي نتيجة الكافينج للسبيوتم، السبيوتم محمل بالتيوبركل باسيلاي وهو خارج طبعا يعمل انفكشن لارينكس فيعمل لارينجايتس تيوبركلس لارينجايتس. بعد كده بالنسبة للباثولوجي، طبعا الباثولوجي بتكلم اهم حاجة السايت، اهم حاجة في الباثولوجي هو السايت. السايت بتاع التي بي فين؟ طبعا مش هتعرف تألفه. علشان نحفظ السايت بتاع التي بي اسمها تي بي، وبالتالي بيحصل في البوستيريور بارت اوف لارينكس. احفظها كده تي بي وبالتالي في حرف البي وبالتالي في البوستيريور بارت اوف لارينكس، حته بيسموها الانتر اريتينويد، لان ورا هتلاقي في الاثنين اريتينويد كارتليج بتحصل في السبيس الموجود ما بينهم. طيب السؤال ليه في البوستيريور بارت؟ لان قلت انه الروت اوف الترانسميشن او الروت اوف الانفكشن هو عن طريق البلمونري تي بي، سكندري للبلمونري تي بي مع القفد سبيوتم. طب وايه يعني؟ لا، ما هو حركه السيليا اللي بتطلع السبيوتم بتكون ناحيه ورا، ناحيه البوستيريور بارت دوت، وبالتالي السبيوتم لما يجي يطلع هيطلع ناحيه ايه؟ ورا البوستيريور بارت، فيحصل في البوستيريور بارت اوف اللارينكس الحته اللي اسمها الانتر اريتينويد. بعد كده نخش على الكلينيكال بيكتشر بتاعة التيوبركلس لارينجايتس. اول حاجة السيمتومز، هل في سترايدور؟ طبعا في سترايدور. طب في سترايدور ليه؟ لانه حصل بارشل اوبستراكشن، في بارشل اوبستراكشن في الباثوي وبالتالي يحصل سترايدور. طيب رقم اتنين، هل في هورسنس اوف فويس؟ في hoarseness of voice. ليه؟ نتيجة الaffection of the vocal cord. تمام؟ طب يقول لي vocal cord ازاي؟ لان قلت انه المكان interarytenoid. تمام؟ والarytenoid اساسا مسك فيها ال vocal ligament وبالتالي يحصل ليه affection. تمام؟ فبالتالي في hoarseness of voice. في كمان حاجة اسمها phonathenia. phonathenia قلناها قبل كده. طبعا phone يعني voice، athenia يعني weakness. بقى في weak voice ليه؟ نتيجة الaffection of muscles اللي بتحرك الفوكال ligament، نتيجة tuberculous myositis، حصل inflammation في muscles نتيجة TB، tuberculous myositis عملت phonathenia. في ايه كمان؟ في طبعا pain برضو كالبين هنحفظها عشان مميزة للTB، فنحفظها مع حرف البي posterior part والpain. في pain والبين دوا طبعا بيكون ريفيرد للإير عن طريق مين؟ الأرنولد برانش بتاع الفيجاس. في طبعا لأنه في بالمونري تي بي فأكيد يكون في كافينج وفيه موبتسز، طبعا فيه موبتسز. تمام، يكون في بلد في الكافد سبيوتم، هيكون في كافينج وموبتسز نتيجة البالمونري تي بي. وطبعا في كمان جنرال مانيفستيشنز اوف التوكسيميا. بنحفظها ازاي التي بي توكسيميا؟ بنحفظها باتنين نايت واتنين لص. ايه الاتنين نايت؟ بيكون في نايت فيفر ونايت سويتينج. نايت فيفر ونايت سويتينج يعرق وهو نايم بالليل وحرارته تعلى وهو نايم بالليل. واتنين لص، لص للويت ولص للابيتايت، لص للويت ولص للابيتايت. طبعا هو في بعض كتب بتقول انه الجنرال مانيفستيشنز بنحطها اللي هو الكافينج والمبتسز والتي بي توكسيميا، يعني بنحط الكافينج والهيموبتسيس نتيجة البلمونري تي بي مع جنرال هي والتوكسيميا. والتوكسيميا عبارة عن اتنين نايت، نايت فيفر، نايت سويتينج، واتنين لوس، لوس اوف الابيتايت ولوس اوف الويت. بعد كده بالنسبة للساينز، الساينز طبعا بالاندايركت او فليكسبل لارينجوسكوبي هلاقي ان في تي بي جرانيوليشنز في البوستيريور بارت اوف لارينكس. تقال كده تيوبركلوس جرانيوليشنز في البوستيريور بارت بتاعه الايه اللارينكس. تمام،
وممكن نقول كمان impaired vocal cord mobility نتيجة الميوزايتس. impaired vocal cord mobility نتيجة الايه؟ الميوزايتس. تمام؟ في برضك ممكن نقول tenderness. tenderness ممكن تكون موجودة نتيجة البريكوندرايتس. ممكن يكون في inflammation في البريكوندريا وده بيحصل كcomplication. لانه بعد كده في الcomplications نقطة بعد كده هتكلم عن الcomplications. ايه الcomplications؟ بريكوندرايتس. وطبعا هيحصل نيكروزس للكارتليج نتيجه الانفلاميشن وهيهيل باي فايبروزس فيعمل لي لارينجال استينوزس. لارينجال استينوزس. تمام. في بعد كده ايه التريتمنت بتاع التيوبيركوس لارينجايتس؟ التريتمنت طبعا ادام قلت سترايدر فهقول تراكيوستومي. يبقى تراكيوستومي في حالات السيفير سترايدر. تاني حاجه بدي انتي تيوبيركوس ثيرابي ريفامبيسين وطبعا ايزونيازايد. دول اشهر حاجتين للاي للتي بي، ايزونيازايد والاي والريفامبيسين. طبعا ايزونيازايد اختصاره اي ان اتش. ايزونيازايد والاي والريفامبيسين. ممكن نقول كمان الاستريبتومايسين. تمام كده انا خلصت التي بي. بعد كده اخش على السيفلس، لانه السيفلس كديفينيشن سيفليتيك لارينجايتيس ده عباره عن كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن اوف لارينجال ميكوزا كوست باي التريبونيما باليدم. تريبونيما باليدم اسم البكتيريا اللي بتعمل السيفليتيك لارينجايتس. ايه الايتيولوجي؟ كوسف اورجانيزم. ايه كوسف اورجانيزم؟ التريبونيما باليدم. طيب سكندري الايه او في انهي مرحله تحديدا؟ تيرشيري سيفلس. تيرشيري سيفلس. بعد كده بالنسبه للباثولوجي طبعا بعلق على السايت. ده اهم حاجه. ايه السايت؟ بيحصل في الانتيريور بارت اوف فوكال كورد. ده بيحصل في الانتيريور بارت اوف الايه؟ الفوكال كورد او اوف اللارينكس. تمام. السؤال ليه بيحصل هنا؟ هو انون مش معروف طبعا، ولكن في ناس بتقول علشان الحته دي هي مور فاسكولار. الانتيريور بارت اوف اللارينكس مور فاسكولار ذان البوستيريور بارت. هو هيأثر على الحته اللي فيها فاسكولار، الفاسكولاريتي فيها اعلى، فبالتالي هيأفكت الانتيريور بارت اوف اللارينكس. بعد كده الكلينيكال بيكتشر symptoms و signs. السيمتومز في طبعا هورس فويس طبعا نتيجة الافكشن الفوكال كورد. في سترايدور طبعا نتيجة البارشل اوبستراكشن ان في جرانيوليشن. طيب في بين؟ لا طبعا مفيش بين. خلي بالك مهمة جدا، مفيش بين. مفيش بين لانه قلت في التي بي في بين، عشان كده قلت لك التي بي هميزه بالبوستيريور والبين. الاثنين دول مميزين للتي بي. السيفلس انتيريور بارت ومفيش بين، مختلف خالص عن التي بي. ده السيمتومز. بعد كده بالنسبه للساينز، بالساينز هنبص هنلاقي ان عندك في جرانيليشن في الانتيريور بارت اوف اللارينكس. بس زي ما قلت في التي بي فوق في جرانيليشن في البوستيريور بارت بتاع اللارينكس، هنا اقول في جرانيليشن في الانتيريور بارت اوف اللارينكس. بس يخلي بالك في كلمه بيقولوها انه السيفليتيك لارينجايتس عند ووش ليذر ابييرانس. ووش ليذر ابييرانس لانه عنده نيكروتيك ديرتي يلو فلور. نيكروتيك ديرتي يلو فلور، فبالتالي بيسموه الووش ليذر ابييرانس. بعد كده ايه الكومبليكيشنز بتاعه السيفلس؟ نفس الكلام بريكوندرايتس، وبعدين طبعا هيحصل نيكروزس يهيل باي فايبروزس فيعمل استينوزس. ده الكومبليكيشن بتاع السيفلس زي تي بي. بالنسبه للتريتمنت طبعا ادام قلت سترايدر فقلت راكيوستومي. تاني حاجه هات دراكس اجينست مين السيفلس، انتي سيفليتيك ثيرابي اللي هو البنسلين. البنسلين كده انا خلاص السيفلس. بعد كده نخش على ليبراسي. قالك ايه في الليبراسي؟ نفس الكلام، ده عباره عن كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن اوف لارينجال ميكوزا كوز باي مايكو بكتيريام ليبراي. اسم البكتيريا اللي بتعملها. طيب ايه الايتيولوجي؟ الكوست في اورجانيزم، هتقول نفس الكلام اللي هي مايكو بكتيريام ليبراي. طيب بعد كده بالنسبه للباثولوجي، السايت بيحصل في الانتيريور بارت اوف لارينكس. الانتيريور بارت اوف لارينكس. بعد كده قال لك انه الكلينيكال بيكتشر والكومبليكيشنز والتريتمنت شبه التي بي. كل حاجه في الليبراسي شبه التي بي ما عدا السايت. التي بي بيحصل في البوستيريور بارت، لكن
الليبراسي بيحصل في الانتيريور بارت بتاعه اللارينكس، يبقى تي بي في البوستيريور بارت وبيحصل في الانتيريور بارت. في حاجه بعد كده اسمها انتيوبيشن جرانيلوما. من اسمها انتيوبيشن جرانيلوما، دي عباره عن جرانيلوما تحصل سكندري للاندوتراكيال انتيوبيشن، تحصل سكندري للاندوتراكيال انتيوبيشن. يبقى اذا بالنسبه للايتيولوجي ده عباره عن تروما نتيجه اندوتراكيال انتيوبيشن. طيب بعد كده ايه الباثولوجي بتاع الانتيوبيشن جرانيلوما؟ قالك انه السايت بيحصل في البوستيريور بارت بتاع اللارينكس، تحديدا على الفوكال بروسيس بتاع الاريتينويد. طيب السؤال، طبعا هنا البوستيريور بارت شبه مين؟ شبه تي بي. خلي بالك السيفلس والليبراسي انتيريور، لكن التي بي والانتيوبيشن بوستيريور بارت. السؤال ليه بيحصل في البوستيريور بارت بتاع اللارينكس؟ لانه لما نيجي نعمل اندوتراكيال انتيوبيشن العيان بيكون نايم على ظهره، وما تيجي تدخل الانتيوبيشن تيوب الانجري او التروما بتحصل في البوستيريور بارت بتاع اللارينكس بتاثير الجرافيتي. بعد كده ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت الانتيوبيشن جرانيلوما؟ اول حاجه في هورسنس اوف فويس، طبعا افكشن الفوكال كورد، انا بقولك في الفوكال بروسيس بتاع الاريتينويد يعني على البوستيريور بارت تقريبا بتاع الفوكال كورد. بعد كده هل في سترايدور؟ طبعا دي جرانيلوما تعمل بارشل اوستراكشن، فبالتالي يكون في سترايدور. بعد كده ايه الساين؟ طبعا هاجي ابص الاقي ان في ماس موجوده على الفوكال بروسيس بتاع الاريتينويد. تمام، ده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر بتاعت الانتيوبيشن جرانيلوما. بعد كده ايه التريتمنت بتاعك؟ اكسيشن. اذا هعملها اكسيشن ام ال اس اكسيشن سواء كونفنشنال او ليزر، بس قال لك خلي بالك الريكرنس بيكون هاي، الريكرنس في الانتيوبيشن جرانيلوما هاي، دي رخامتها الريكرنس بيكون هاي. كده احنا يعتبر خلصنا الانفلاميشنز اللي بتحصل على مستوى اللارينكس.